معنى آية وعجلت إليك ربي لترضى. يبحث الكثير من المسلمين عن معنى آية وعجلت إليك ربي لترضى رضا الله تعالى والتقرب إليه والابتعاد عن سخطه وغضبه، وهو مسعى كل مؤمن. إن معنى آية وعجلت إليك ربي لترضى هو أنني تعجلت بالمسير إلى المكان الذي أمرتني بالحضور إليه لأنال رضاك وتقبلي بقبول حسن. وهذه الآية كناية عن شدة شوق النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحبه للقاء ربه بابتغاء الرضا والقبول، فقال عجلت إليك ربي لترضى، أي تعجلت للمثول بين يديك لتختارني وتقبلني. لقد تعجل موسى لميقات ربه ليكون قدوة ومحفزا لقومه في الإقبال على الله تعالى. فالقائد عندما يأمر من هم تحت سلطته بأمر ما لا بد وأن يكون سباقا لهم بفعله ليستنوا بسنته. قال ابن عباس: كان الله عالما بفعل موسى، ولكن رحمة به وإكراما له وتسكينا لجوارحه ورفقا به قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فكان جواب موسى لربه: هم أولاء على أثري. ولا يقصد موسى أن أهله يتتبعون أثره ويسيرون خلفه، إنما يقصد في كلامه بأنهم قريبون منه وينتظرون عودته إليهم. وهناك من قال بأن هارون كان مأمورا بأن يسير ببني إسرائيل متتبعا أثر أخيه موسى لاحقا به، وعندما وصل موسى جانب الطور لم يتمالك نفسه بأن يبقى يسير على سير قومه، فتركهم مسرعا شوقا للقاء ربه والسماع لكلامه. وعندما شعر بطول المسافة لشدة اشتياقه لربه ضاق صدره، فشق قميصه تاركا كل من معه خلفه قاصدا ربه. عند وصول موسى عليه السلام خاطبه الباري سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فاحتار عليه السلام في الجواب ثم قال: هم أولاء على أثري. فقد سأله الله تعالى عن السبب الذي أعجله بالاستفهام، فكان إخباره عن مجيئهم بالأثر، ثم أتبع قائلا: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره، وكذلك قوله وعجلت إليك ربي لترضى، كان هذا استكمالا لجواب موسى لربه عند سؤاله عن سبب عجلته.